هي الدنيا ممكن فجأة كده تحلو كل الحاجات الحلوة تتحقق؟ يعني ايه؟ الحلم. اصل انا بحلم وانا صاحي وحاسس ان كل احلامي بتتحقق. الله، كلامك حلو قوي يا سعد، يدي بوزيتيف انرجي كده. ايه احلام؟ يعني ان امثل وابقى نجم، ان احب واتحب، كل ده في لحظة بيحصل. طب انك تمثل وانا عارفاها، وانك تبقى نجم ليه لا؟ طالما موهوب ومحبوب وعندك كاريزما يبقى اكيد هيحصل. يا رب. لكن تحب وتتحب دي بقى اللي انا معرفهاش. بتحب مين يا سعد؟ اعترف، بتحب مين؟ مين ايه؟ بحب، بصي هو صعب اقولك دلوقتي. لا انا عايز اعرفها. طب اوصفها لك ينفع؟ اوصفها. هي بنت جميلة. لا هي احلى بنت في الدنيا، ورقيقه، دمها خفيف، وبنت ناس، حاجه كده انا ناسي ان انا نسي ان انسي. انا عايزه اشوفها قوي. وبعدين زي ما تكونش موجوده معاك وانت بتحفظ اول مشهد هتصوره، لازم تبقى جنبك. ما هي جنبي، ما هي انت. انت لذيذ قوي يا سعد، انا بتكلم بجد. وانا كمان بتكلم بجد. انت طيب قوي، انت طيب قوي يا سعد، انت صديق، وينفع كمان تبقى اخويا قوي. لكن قصه الحب وكده مش هينفع خالص خالص. انا عايزه اقرب منك، اعرفك اكتر كده يعني، لكن حب وارتباط والحاجات دي مش هينفع. لكن ممكن نبقى حاجة أحلى من كده بكتير. مالك بس يا سعد؟ مفيش حاجة، مفيش حاجة خالص. تمام. طب يلا نحفظ، سمع لي، هات الورق ده. يلا سمع لي. يلا. إيه؟ لا مش كل شوية بقى هفضل أقولها لك. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.